مرحبا دكتور حسن شمس الدين من لبنان. جينا لهون على مصر عم نعمل كورس بفيلر مع شد خيوط. كان التنسيق كتير حلو، كان الاهتمام منيح من الشباب من الجميع. اشتغلنا نظري وعملي، اشتغلنا بإيدينا كذا مريض تحت العين، على الدقن، على الرقبة، شد الخيوط، خيوط نظرية، خيوط للشد. كورس حلو، بنصح كتير إذا عندهم اهتمام لهالموضوع يجوا يشوفوا يطلعوا يتواصلوا. وإن شاء الله نرجع نلتقي قريبا ونعمل كورسات أدفانست أكثر من هيك. يعطيكم العافية. أنا الدكتور محمد سلمان من لبنان، وعملنا كورس فيلر وخيطان تجميل عند الدكتور نوري عادل. كان كورس جميل جدا بعقد. مساء الخير، معكم دكتور بلال مطر من لبنان. جينا على القاهرة منشان كورس عند الدكتور نوري، والحمد لله كان تنسيق كتير حلو والكورس كتير مميز ومليان بكل شيء من التفاصيل، من شد الوجه، الخيوط، الفيلر، البوتوكس، كل التفاصيل بتخص التجميل. ومتشكر الكل على الاستقبال الحلو على اللي عطونا اياه، وكلكم ذوق.